وفي سياق ذي صلة، أبدى مسؤولو شركة هاتشسون القابضة للموانئ الصينية اهتماما بالاستثمار في قطاع النقل البحري في مصر، وذلك خلال لقائهم بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، التي أكدت أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة بمحور تنمية قناة السويس عبر مشروعات في المجالات الصناعية كافة على جانبي القناة. وتنتشر استثمارات الشركة الصينية في 26 دولة و52 ميناء بحريا، ومن ضمن هذه المشروعات مشروع يجرى تنفيذه بالتعاون مع وزارة النقل وميناء الإسكندرية.